اما هلا سلمى بننتقل لاولى محطاتنا الصباحيه لليوم، رح نحكي فيها بعالم الديكور، عن اهم جزء فينا نقول بالديكور. دائما اي مكان بنفوت عليه بيلفتنا نظر اضاءته، لانه الاضاءه هي بتنعكس على الديكور بشكل عام، قديش الاضاءه بتكون ظابطه، مخفيه، مخبايه، اللونيه تبع الاضاءه قديش بتلعب بجماليه المكان. اكيد نور، ولهيك دائما يعتبر يعني تصميم الديكور جزء اساسي منه عناصر الاضاءه، وهي التفاصيل اللي بتدخل فيها. رح نحكي اليوم اكثر بهذا الموضوع، وكيف ممكن نختار الاضاءه المنزليه بشكل صحيح. كل هالتفاصيل رح تطلعنا عليها طبعا ضيفتنا مهندسة الديكور غنى الخير. يسعد صباحك واهلا وسهلا فيك. صباح الخير. صباحك بعد زمان. اول شيء بعد مبروك لك ولسلمى بنوجه تحيه كمان لوسيم. ان شاء الله الف مبروك. الله يبارك. خلينا نحكي كمان، انت عروسه جديده يعني بهمك اساسا ديكور البيت، يمكن واهم قطعه يمكن او مكان بنحب نقعد فيه بالبيت هي غرفه الضيوف. خلينا نحكي عن اضاءه غرفه الضيوف، قديش بتلعب دور؟ يعني دائما بنشوف موضه، يعني بتصير ترند انه هيك بدارج هلا بالديكور، بس احيانا ما بتكون مناسبه او ممكن ما بتلائم الديكور الموجود وما انا جميله، واللونيه بتلعب دور، يعني بنشوف الابيض بيختلف عن الاصفر بينعكس حتى على الديكور. هلا كونك انت قلتي بلشتي باول قصه انه انت بيت جديد، فدائما المهندس بتلاقي صحيح. عنده 600,000 فكره و600 ألف فكرة وبده ينفذهم كلياتهم ببيته. صحيح. بس بتيجي لأرض الواقع بيقولوا لك دائما باب النجار باب النجار مخلع، فأنا دائما بقول يلا يلا بعدين خليني أخلص كذا وبرجع بكمل. بس رح أقول لك شغلة، كغرفة ضيوف أو غرفة معيشة في اثنين جوين مختلفين. فلما بيكون عندك أنت دائما مثلا غرفة الضيوف لنقول عنها هي غرفة تستخدم من النوادر، فهي لازم تكون إضاءتها شوي غير غرفة المعيشة اللي هي صحيح. لازم تكون فخمة، فيها عنصر إنارة جمالي وعنصر بيقولوا لك إنارة محيطة، فهي لازم تكون كتير مدروسة بطريقة حلوة، لأنه هي بتكون أحيانا أهالينا أو نحن في عنا تحف أو لوحة معينة بتلاقي فيها تركيز عليها بشكل مباشر، وبالإضافة أنه الضوء العام. بس دائما في شغلة الناس يعني ما كتير عندها اطلاع عنها، هي لون الضوء. صحيح. هي اللونيه لهيك سالتك عنها. وحتى شده الضوء هي اللي بتلعب بتحكيم اللون. يعني مثلا في دائما بيقولوا لك في تستات مثلا لون شمسي دافي اللي بيطلع اللون، اذا انت بدك لون مثلا موف بدرجه معينه، فانت لما بتقولي طلع فاتح ارجع غمق لي، هي المشكله مو بلون التغميق، بيكون اللون صح ومحطوط بالطريقه صح بس الضوء اللي مسلط عليه بطريقه غلط. فهي كمان لازم كثير نكون دايرين بالنا، مو بس بغرفه الضيوف او بكل البيت، انه دائما عنصر الضوء ولون الضوء وشدته هي اللي بتلعب بجمال البيت او بمكانه. صح. غنى كمان نحن خلينا نحكي انه في عندنا نوعين من الاضاءه، الاضاءه الطبيعيه اللي هي بتدخل من ضوء الشمس، والاضاءه الصناعيه اللي هي نحن بنتحكم فيها. اوقات غرف البيت مو كلياتها ممكن يكون فيها اضاءه طبيعيه، فيها شباك، فكيف لازم يتم توزيع الاضاءه الصناعيه ضمن هي الغرف اللي ما بيدخلها ضوء، وشو اهم خلينا نقول التفاصيل اللي لازم نعتني فيها واللون اللي لازم يكون موجود بهيك غرف. تماما. هلا الغرف اللي بتكون ما فيها ضوء نحن دائما بنحاول تكون الوان فاتحه، يعني مثلا الجدار مثلا ما يكون لونه اسود او ما يكون رمادي وحط له ضوء، لانه قد ما قدرت تضويه ما رح يضوي، رح يضله معتم ومغم. فدائما انا بحاول اروح للالوان الفاتحه اللي هو مثلا الالوان الباستيل الفاتحه جدا جدا، يعني تاكوس كمان تاكوس، زائد في كمان عضويه اللي هي بسميها اضاءه شمسيه. فطريقه توزيعها بالسقف هي اللي بتلعب دور، احيانا بتكون حاطه انارات مخفيه ما لها كافيه مثلا انك انت تكوني بس في عندك مثلا منهم بيعملوا اسقف مستعار وبحطوا فيها اناره مخفيه بلاك كافي، لا هي ما لها كافيه، هي لازم تكون اسمها الوان محيطه، يعني هي لازم تكون كثير مدروسه بطريقه صح وموزعه بطريقه صح لانت تقدري تعدي فيها، لانه احيانا بيقولوا لك انه اي غرفه مثلا قاعده بس ما فيها ضوء شمس. فلا نحن بنخلقها انه ان كانت بجلوبات، بالاضافه لازم نكون نحن دائما نضوي السقف، بعدين بنحط ديكورات اللي هو لامبادير، اناره، احبال اللي تحت غرف مثلا تحت التلفزيون، و هي اللي بتعطيك هذا الجو. فانا برجع بقول لك لازم تكون مدروسة بطريقة صح، لأنه قوتها مزعجة، وأن تكون كتير خفيفة فهي معتمة حتكون. طيب خلينا نركز على نقطة كتير مهمة قلتي، أهم شيء نحن يعني البيوت العادية الكلاسيكية التقليدية للعوائل
إضاءة هي الأهم شيء بتكون من السقف. شو هو التقليدي يعني اللي أنا ما فيني أوقع بخطأ فيه وبنفس الوقت ما أعمل ديكور لأني خبي الإضاءة أو أشتغل بالتفاصيل، يعني مثل غرفة ضيوف مختلفة عن غرفة المعيشة، المعيشة اللي بنقضي فيها وقتنا كلياتنا، فبتلاقي أغلب البيوت فيها الإضاءة فقط سقفية فهم بتلعبوا، يمكن بيلعبوا بالعلو أو فينا نقول بتخباية الضوء. هون كيف بيكون التقليدي أو الكلاسيكي مشان ما أوقع بالخطأ، يعني أنا أكون بأبسط الأمور يمكن ماشي الحال. هلأ هي مو كلاسيكي، فيك تقولي الطريقة الصحيحة إنه أنت مثل ما رجعت هلأ حكيت لك إنك أنت قوي ضوء السقف، لقيت ضوء كافي إذا هو ما في عنصر ضوء مثل الشمس، لقيت ضوء كافي فأنا ما عندي مشكلة بالشغلات الثانية. إذا كان السقف ما بيتحمل يعني مثلا في أحيانا أسقف يعني العالية مثلا قد ما أوكي العالية هي دائما بتلاقي التريات نازلة للنص صحيح. لأنه هي ضوء بتمركز إنه قد ما أنت عليتي فهو في عندك بيقولوا لك شعاع ضوئي أو الشادو أو هذا، فأنت دائما بتلاقي كل شيء سقف عالي بتلاقيه نازل للنص صحيح. هلا بوقتنا الحالي ما عاد في أسقف عالي من النوادر اللي تلاقيها عالي، فأنت بتلاقي لما بتكون هيك قصة إنه عندنا سقف عالي نفس الشيء إنه أنا ممكن ألعب بموضوع الأسقف المستعارة إني أنا وطيها لتحت. في منهم بيعملوا إنه بيقول لك أنا ما بدي هالمتر لأنه أنا بدي يكلفني أضوية أكثر من حق الجبسن بورد أو الأسقف المستعارة، فممكن نحن منروح لأنه نوطي السقف بطريقة واطية معتدلة ومنقوي عليها السبوتات. أما بحال لما كان ما فينا ومثلا نقول بيت كلاسيكي ما فيني ألعب بالسقف، أنا ممكن استعين بإضاءة جدارية هاي اللي هي بتساعد، بس أكتر من هيك ما فيك لأنه أصلاً مو مخدم إنك أنت تطلعي خطوط كهرباء. إضاءة كمان لونية، يعني هلا نحن بنروح للتوفير، هلا الإضاءة اللي تلاقيها الأبيض وتلاقي اللمبات الكبيرة وهدول كمان تلعب دور. هلا طبعاً أكيد بتلعب دور، ما هاي اللي عم قلك إياها إنه في مثلاً الإضاءة اللونية هي في شدة للون، يعني مثلاً بتلاقي في أبيض مثلاً كتير قوي، في أبيض لا عادي دافي، ففي لون بيقلك بدك إذا بتروح تشرب بيقلك بدك يا شمسي ولا أبيض. فنحن بنروح للشمسي لانه انا بلاقي انه بيخفي كثير عيوب صحيح. عن الابيض، الابيض كثير ببين لك شغلات يعني بتحاولي تخفيها، فلا انا بلاقي فانا بقول لا خلينا على الشمسي واجمل مثلا. بس كمان بيختلف الموضوع، مثلا انا هلا عم ساوي مثلا عيادات طبيه فبيقول لك انا بدي ضوء ابيض لانه اقدر اعرف. طبعا الاضاءات في اضاءات بتستخدم لازم تكون بيضاء، واضاءات اللي هي البيوت انا بفضل الشمسي، انا بفضل في ناس بتحب بس انا بفضل انه لا خلينا نروح على الشمسي، ببين لك دفء يعني بيعطيكي دفء للبيت بنفس الوقت بيضويه اكيد. طيب غنى خلينا نحكي كمان عن غرف الاطفال كمان يعني بيختلفوا هيك شوي عن الغرف العاديه او غرفه المعيشه لانه بيصير فيه اكثر من شيء، هي مكان اللعب ومكان الدرس ومكان النوم تمام. يعني ثلاث فعاليات مختلفه تماما كليا، فكيف لازم يكون توزيع الاناره فيها؟ هل انت بتفضلي اللي هو الديكور اللي بيكون شوي مقسم بقلب الغرفه بشكل واضح، يعني كورنر الدراسه واضح انه هذا للدراسه، اللعب النوم، ولا لا ما في مشكله؟ هلا اكيد ما في مشكله انه يكون كلياته مضوى بطريقه صحيحه، بس كونه نحن عم نحكي اطفال ودراسه فانا بفضل انه نحن نحط الاضاءه اللي هي الدراسيه اللي هي بتكون مسلطة على الطاولة، لحتى هو ما بيقول لك يصير في جهد عين أو جهد كتير كبير على النظر. فأكيد نحن منخصص قسم الدراسة بإضاءة قوية شوي، هي اللمبادرات. اللمبادرات في لمبادرات بتكون أصلاً موجودة بالجدار، وفي اللي هي مثل اللي نحن اللي بنعرفها اللي محطوطة على الطاولة. زائد طبعا قسم غرفة النوم أنا بفضل تكون هي غرفة ألوانها شوي، مثلا أنا بكتفي إنه نحن نحط إنارات مخفية او الضوء اللمبادير واحد بحيث انه هو بيساعده انه هو ينام بطريقه صحيحه. ووقت اللعب انا على حسب طبعا توزيع الغرفه، اذا كانت مثلا انا افضل المكان اللي بيكون فيه قسم لعب ودراسه يكون عنده في شباك كبير في ضوء لحتى يقدر في هو مساحة. تماما بس لما بيكون في غرفه نوم اذا انا عندي امكانيه ان انا افصل مثلا بجبسن بورد او ببارتيشن بين هالقسمين فبيكون كثير ممتاز. يعني انت فصلتي مثلا غرفه النوم انه تكون انارتها هاديه أخف. انه بتقدر تخلي الطفل مسترخي فبيكون كثير ممتاز. احيانا ما فيها الامكانيات فنحن بنقدر بس نميز بموضوع يعني يكون مركز على موضوع الدراسة طاولة الدراسة. طيب غني خلينا نحكي عن الأخطاء الشائعة اللي بتشوفيها بالبيوت بالإضاءات، يعني أكثر الناس هلأ
عم نحاول تستفيد ببعض النصائح والمعلومات، شو اللي بتلاحظي اكثر باخطاء الاضاءه؟ يمكن نحن ما عندنا هذا الاهتمام الكبير بالاضاءه، بتلاقي مثلا بدها ديكور حلو، عرفتي غرفه الصالون حلوه، الطقم جميل، ما عندنا هي التفاصيل يمكن الواسعه. شو الاخطاء اللي بتلاحظيها كثير؟ على اللي بلاحظها في اخطاء كثير كارثيه انه انت احيانا بتلاقي انه بفكروا انه اذا انت كترتي مثلا سبوت لايت بالسقف هو انت اوف انه عامله جهدك وعامله شيء كثير خطير. فهو على فكره كترته مضره زائد انه كلفته عاليه، يعني حتى انت بتحملي، يعني نحكي لا اقتصاديا انت بتحملي طاقه وصرف كهرباء واو، بس مع انه هي اذا انت بتركي بيناتهم مسافات منيحه بتناسب المكان، يعني احيانا بتلاقي غرفه صغيره حاطين لك 15 سبوت لايت فوق راسك انه بتحسي حالك. اول مطبخ كان درجه كثير يكتروها ومخفيه فوق هلا ثلاثه، يعني وفي منهم بحطوا التغيير باحجام السبوت لايت. انا مع انه لا خلينا نوحدهم نوزعهم بطريقه صح وما نخلط الشمسي والابيض مع بعض. في منهم بتلاقي سبوت ابيض سبوت شمسي سبوت ابيض سبوت شمسي فخربت وفاتي على البيت لانه هيك الموضوع غلط انه ما نكتر. وعن جد انه نحن ناخذ بعين الاعتبار اذا ما كان في موجود نحن امكانيات نعمل الاسقف مستعاره، نحن نعمل ضوء عام وفعلا اللمباديرات والقصص الاناث في دارج هلا الحبل لك هيك، يعني يعني ايش عم نشوفها الاضاءه مثلا مش التري العاليه، بتلاقي هيك حبله ومع مثلا لمبه كبيره هون يعني هاي بس هي مالك كافيه، هي مالك كافيه لتضوي لك المكان كامل. هاد فيك تستخدميه لانه ضو ماله ضو قوي يعني قوي، فانت ممكن تستخدمي زوايا معينه شيء معين حابه تصير ممكن تستخدميه، بس لا هي الإضاءة المعترف عليها هي إنارة النار العامة هي سبوت لايت وإنارة الليد، بس كمان بالاستعانة مع التريات إذا كانت موجودة ومتوفرة، بس إذا ما كانت موجودة يعني حتى بتلاحظ أحيانا تكون مطفية الكهرباء، ففي ضوء الليد اللي نحن أوريدي بنستخدمه هي البطارية كافية، بس هي مثل ما قلت لك اختيار اللون هو اللي بيلعب دور. أنت مع لون الليد شو يكون؟ أنا شمس، أنا عندي بالبيت أبيض. الأبيض مزعج، يعني أنا بلاقيه إنه مثلا أحيانا يعني نحن بنحكي يلا موضوع منشق على الموضوع الديكور، أحيانا بتلاقيه ببين بلش عيوب مثلا بالوش إنه بطلع إنه بس مع إنه بتشوفيه بضوء ثاني مختلف تماما. فبالشمس بتلاقي حالك حجب، أنا بحس بالأبيض ببشع فبروح للشمس أكيد. طيب خلينا نحكي كمان عن أنواع الإضاءة بحد ذاتها، يعني هلا حكيتي عن السبوت لايت، مرقت فترة كان هو الدارج انه اي حدا شو ما كان ديكور بيته وشو ما كان شكله لازم يحط سبوت لايت، حتى بالحمام بده يحط سبوت لايت، يعني وين ما كان بيحط بغض النظر اذا هو بيتناسب مع شكل البيت ومع المكان او لا. وفي ناس بتحب اللي هو التقليدي نيون معين بتوزعه بشكل معين مع تريا او تريتين. تمام، خلينا نحكي هلا نحن صرنا نشوف حتى لمبات صارت موفره للطاقه، تمام، انارتها مختلفه، نحكي عن هي الحلول اللي هي فينا نقول فيها اثنين بواحد، هي ديكور وبنفس الوقت حلول ذكيه. تمام، لازم الناس تبلش تستخدمها بالبيت. هلا بهذا الوقت كل الانارات صارت ليد، ما عاد في هذا الهالوجين كان قديم اللي هو بياخذ كثير كهرباء. فهلا بس منزلين شغلات جديده مثلا انه في منهم بيجوا معهم مثل مجريات كروم او الومنيوم منه فيها، يعني انت بس بتحطيها هيك بشكل مربع او بشكل ستريبس لحالها او كذا، هي اول شيء بتضوي زائد شكلها حلو صار مقبول. قبل كنا نشوف الطويله الطويله صحيح. بس لا هلا صارت تلاقيها من جرايه مع بلاكسي وبتتاخذ بكل زوايا المكان، وساعتها فيك تستعيني مثلا بتريه تجميليه. ففي كثير حلول، موضوع السبوت يعني صار كثير قديم صح. بس هو ما فيك تقولي انتهى استغني عنه صحيح، هو ناس بتحبه لسه لا ما فيك اصلا، يعني احيانا مثلا ما فيك تحطي على حسب كمان جو البيت. انا مثلا ما فيني اجيب هذا الضوء اللي عم لكم عليه اللي له مثلا مجريات وله بلاكسي وهذا ركبه على بيت كلاسيك. في كثير تفاوت بين الستايل والديكور وهيك، فلا في اماكن معينه نحن بحاجه نستخدم فيها سبوت لايت، بس طريقه السبوت لايت هي اختلفت. مثلا في منهم بتلاقي ايام زمان كانت تلاقيها ذهبي وكذا ولميع وهذا، هلا صار في هلا بتلاقيه صار في نصب شوي مودرن، صار مع في اشكال صارت جديده، يعني مثلا ما عاد تلاقي مثلا سبوت لحاله، صرت تلاقي مثلا شغله مستطيله مع سبوتين بطريقه حلوه. ففي كثير منها اشكال، بس ما فينا نستغني عن السبوت لايت ابدا لانه أكيد. هو عنصر اساسي صحيح. طب خلينا نحكي مساحه البيت قديش بتلعب دور بالاضاءه،
يعني انا بحسهم علاقه مترابطه. اذا بدي انا العب يعني ممكن انا الاضاءه تعكس لي مساحه البيت، اذا البيت صغير يعني الاضاءه ممكن انا العب فيها يبين مثلا في مساحه اوسع او العكس صحيح. هي قلت لك بتكون علاقه لون الجدار مع لون الضوء. يعني مثلا نرجع على الاساس، يعني لون الجدار اساس. اذا انا هلا انا دائما بقول لك انا بفضل يكون البيت مثلا كله مثلا لون واحد، يلي هو اللون مثلا حتى درجات الجدران او الابيض هي مو بس لون واحد، هو في درجات من الابيض. في الابيض شوي بتلاقي بيقول لك اضرب لك اياه على اصفر شوي بيطلع لونه اوف وايت، اضرب لك اياه على الرمادي بيطلع لونه. اغلب البيوت هي تدرجات الابيض، يعني ما بتشوفي عالم جريئه هلا تعمل لك لونيه بيحط لك اياه ابيض ابيض. فالابيض ابيض قد ما ضويتي فهو مضوى، بس انا بالنسبه لي بحسه مزعج، فانا بروح بحاول اكسره دائما بلون شوي. انا ما بحب لون اوف وايت فاتح او مثلا كريمي فاتح. فانت بعدين لما انت بتضوي فانت وين ما حطيتي سلطتي عليه الضوء هو ضوى معك المساحه، وخاصه اذا كانت البيوت صغيره. في منهم عم بتلاقي تفوتي بيوت صغيره تلاقي حاط لك مثلا جدار لونه احمر. طب ليه؟ يعني اول شيء بعالم الديكور وبعالم الالوان في الوان ما بتستخدم صحيح. بالبيوت يعني مثلا دائما نحن بنقول لما بيكون عندك مطعم دائما بتلاقي المطاعم الفاست فود هي المستخدمين، ركزي عليها هلا يا اورنج يا احمر صح، لانه هي في الى شعور بتعطي دائما الشخص بالجوع يعني هي طاقه تماما سيكولوجيا يعني. فدائما الوان البيت انا بفضل تكون هي الوان دافئ وتاتشات معينه باللون المفضل يعني ان كان مثلا كنبايات او صوفة. فبرجع بقول لك انه كمان مثلا لما بيكون كثره الضوء بالمكان الصغير مع ضوء غلط فهو رح اجباري تحس احيانا بتفتحي بيت بتقولي طبق على صدري صح. مع انه متوفر فيه كل المزايا الشروط صحيح. بس هو طريقه توزيع الضوء كثير غلط. فانا بقول لك دائما قبل ما نفوت اي بيت لا نكتر ضوء، ندرس موضوع الزوايا صحيح دائما. انت احيانا دائما الاشخاص اللي هن ما بدهم يستعينوا بمهندس ديكور او كذا، انا بلاقي دائما خلينا نضوي الزوايا من كل بكل زاويه حيط وبعدين نشتغل على موضوع. لا كتر مثلا كتر سبوت على بالنص فبيصير الضوء اقوى، بس لا كترته صح ولا قليته صح. فهي بدها شوية دراسة وشوية تعب بالموضوع. يعني نحن اليوم عم نعطيهم نصائح فينا نقول مجانية يعني تماما. مثل ما قلتي في ناس ما بتحب هي تستعين بمهندس ديكور أو كذا مشان التكلفة وغيرها أمور، وفي ناس كتير بتقلك أنا ما رح أشتغل زيادة بالبيت مثلا هذا بيت أجار تماما. ما بدي أشتغل فيه، ما بدي أغير، ما بدي أصرف عليه، بس بتروح لحلول يمكن بتصرف فيها أكتر تماما من لو عملت الحل البسيط. فاليوم نحن عطينا هيك أفكار. قبل ما نختم خلينا هيك نعمل موجز صغير لأبرز خلينا نقول النقاط للي هلأ انضم لنا وعم يسمع طيب. عن الإضاءة. دائما لما منفوت على بيت نحن نكون عارفانين شو يعني دائما تكون تعرف شو بدك، شو بدك تضوي، شو المكان المطلوب تضويته. يعني مثلا مثل ما حكيت نور انه هي مثلا على المطبخ، المطبخ كمان عنصر انه لازم يتضوى. فعندك الاماكن المظلمه اللي هي مثلا الزوايا فينا صحيح. نحط نحن ليد مخفي بيضوي لك، احيانا بتكون عم بتقطع فانت بس بتكبسي كبسه انه انت بتضويها. فمثل ما قلت لك تكتيره الاضويه ابدا ما لها شيء الحلو، تكتيره السبوت ابدا مو صح. فكتير امور نحن لازم ندرسها بطريقه صح، ومثل ما قلت لك نضوي الزوايا وبعدين شو بدك تضوي وبدك تسلطي ضوء بيمشي الحال ان شاء الله. انت شو اول شيء عملتي بالبيت بالاضاءه؟ ما عملتي شيء لهلا. هلا هذا سؤال محرج يعني اذا شافوا يعني لازم تسوي يعني مثلا انا من الاشخاص تبع انه كلي يلا بقى بس اخلص هي برجع بسوي. بتلاقيني ما من كثر ما بتشتغلي برا بتقول ما عاد لك خلق تشتغلي جوا صح. وهي المشكله يمكن بدي اطفي الضوء ما بيضوي كل الاضاءه ما بس ما في شغل ضوء شغلوا لي بس ضوء التلفزيون بكفي. هي المشكله اللي بعاني منها كل اللي بيشتغل بالديكور يمكن انه بيهتم بالتفاصيل من كثر ما بتهتم بالتفاصيل بيجي على بيته وماله. دائما انت كمان بدك بيتك يكون مثال صحيح. فالمشكله هو شوي متعب الموضوع وبياخذ وقت اكثر. لا وشغلك واضح غنى يعني نحن بنتابع شغلك، شغلك مميز. انت صبيه صغيره يعني ومع ذلك حققتي نجاح كثير كبير بمجال الديكور. نحن سعيدين دائما بوجودك معنا، بتمنى لك التوفيق ودائما لنا محطات قادمه اكيد ان شاء الله. ان شاء الله لا اكيد ان شاء الله اكيد. اهلا شكرا كثير لك وموفقه بكل شيء عم تعملي. شكرا.